الرابع من فبراير من كل عام يتحد العالم بأجمعه للتأكيد على الاستمرارية في مكافحة وباء السرطان، حيث يتم السعي الحثيث في مختلف بلدان العالم إلى إنقاذ الملايين من الوفيات التي يمكن الوقاية منها سنوياً. ولليمن نصيبها الكبير في التوعية للتكاتف والتكافل لنشر الدعم النفسي والمعنوي والمادي لهم. وفي يومي الأربعاء والخميس المنصرم أقيم ملتقى الرعاية الاجتماعية لمرضى السرطان برعاية المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان وكذلك عدد من الشركات والمؤسسات الداعمة له، وذلك لأجل زيادة وعي الأفراد بأهمية الاعتناء وتقديم التكافل الأمثل لهذه الشريحة الأكثر صبراً وعزيمة. نحن في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان نحيي هذا اليوم ممثلين عن اليمن ومع دول العالم بإحياء هذه الفعاليات بتركيز العمل على الرعاية الاجتماعية لمريض السرطان. فمريض السرطان لا يحتاج للدواء فقط، هو يحتاج للغذاء ويحتاج للسكن، يحتاج للحماية، يحتاج للتعليم لمن هم في سن التعليم. نتمنى أن نستطيع من خلال هذا الملتقى أن نلفت أنظار الداعمين في الداخل والخارج إلى ما يحتاجه من مريض السرطان من رعاية اجتماعية ليعيش بكرامة. مرضى السرطان يستحقون كغيرهم. أقمنا ملتقى الرعاية الاجتماعية استهدفنا فيه المنظمات المحلية والخارجية العاملة في اليمن أن تلفت الأنظار إلى مريض السرطان، لأنه كذلك مثل ما يعاني من مرض السرطان هو أيضا يعاني من حالة اقتصادية متعبة. يأتي ملتقى الرعاية الاجتماعية 2022 لصنعاء تلبية لحاجة مرضى السرطان الذين يعني تجحفهم تكاليف العلاج الباهظة، كون أدوية مرضى السرطان وتكاليفه باهظة جدا وتؤثر على جانبهم الاجتماعي، مما يؤدي بكثير من الأسر إلى الانهيار الاقتصادي والتفكك والتشرذم. كثير من الناس يغفل عن كون مريض السرطان كما هو بحاجة إلى الدواء وبحاجة إلى الغذاء وبحاجة إلى السلة الغذائية وبحاجة إلى المأوى وبحاجة إلى السكن وبحاجة إلى التعليم وبحاجة إلى الأعضاء التعويضية. ومن أجل ذلك كله كان ملتقى الرعاية الاجتماعية 2022. الكثيرون حضروا لتأكيد التزامهم ووقوفهم مع مرضى السرطان، وخصوصا في أيام رجب، الأيام الفضيلة والمثلى لتقديم الدعم والمساندة لهؤلاء الذين يتألمون كل يوم ولا يعرفون متى وكيف كانت إصابتهم به. ابنتي تعاني منذ ولادتها من مرض يسمى أولاد القمر. المرض هذا هو إذا تعرض الإنسان إلى أشعة الشمس أو للأضواء القوية يتحول إلى ورم في الجلد، ونحن نعالجها منذ ولادتها. إحنا مساهمين كشركة ناتكو في اليوم العالمي للسرطان كمساهمين وداعمين للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، وأدعو من كل المؤسسات وكل الشركات وكل المنظمات التكاتف لدعم هذه المؤسسة كونها مؤسسة تستحق، لأنهم محتاجين لأبسط الأشياء كمرضى. مرضى السرطان الذين يتألمون بصمت، ودموع أعينهم وتساقط شعرهم هي لغتهم، يقاسون أنواعاً من الآلام ويصبرون فوق الصبر صبراً لتخطي محنتهم التي لن يشعر بها إلا من أصيب به أو رافق مريضاً من ذويه. لذا هي دعوة لكل الجوانب الإعلامية والطبية والخدمية والتجار والشركات الكبرى وكل فئات المجتمع، التكاتف معاً للوقوف معهم والتخفيف من آلامهم لننعم برؤية ابتسامتهم من جديد.